والهنا على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. النهارده بتجدد لقائنا مع حضراتكم في صباح جديد دايما مختلف من صباح البلد. يلا قوموا اتنشطوا كده معانا في يوم جديد، يا رب يكون سعيد على حضراتكم ان شاء الله. النهارده 3/9/2021، 4 ربيع الثاني 1443 هجريه. ما اقدرش اقول اي حاجه ثانيه قبل ما اقول صباح الفل يا داليا. صباح الفل يا هند، صباح الحلاوه والشياكه يا رب. صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا. بدانا يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح البلد على شاشتكم صدى البلد. ان شاء الله نكون مع حضراتكم على مدار ساعتين من الساعة 8 للساعة 10. عندنا مواضيع كتيرة ومختلفة ومتنوعة، بس اسمحوا لي في البداية أقول لحضراتكم دايما تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا اللي بتظهر أسفل الشاشة. عندنا إيه النهاردة؟ عندنا النهاردة موضوعات كتيرة داليا، خلينا نبدأها بالموضوع القديم الجديد. يلا بينا. موضوع ليه علاقة بفيروس كورونا. أيام قليلة جدا وهيبدأ تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بخصوص عدم السماح لأي موظف لم يتلقى اللقاح لحد دلوقتي بالدخول لمكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري. احنا النهارده 9 نوفمبر، يعني تقريبا بنتكلم في اقل من اسبوع. كمان عدم السماح للطلاب الجامعيين اللي ما تلقوش اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت اللي هو 15 نوفمبر. بالرغم ان الايام اللي فاتت خلينا نقول انها كان فيها اقبال كبير من المواطنين على مراكز التطعيم لتلقي اللقاح، الا ان للاسف الشديد للاسف لسه في ناس مش عارفه ليه متخوفه من فكره التطعيم بسبب شائعات كتيره جدا للاسف بيلتفتوا ليها وبيسمعوها. الشائعات دي طلعت الفتره اللي فاتت وانتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا، منها مثلا ان لقاحات كورونا غير امنه، او ان شركات الادويه صنعتها بسرعه، ومنها كمان ان اللقاحات دي بسبب العقم، وغيرها من الشائعات اللي اسمحوا لي احنا مش حابين ان احنا نرددها. وكدبتها امبارح منظمه الصحه العالميه. اللقاح يا جماعه حتى لو هو في النهايه هو مش بيمنع المرض، لكن في النهايه لما حضرتك هتاخد اللقاح فهو بيقلل ويخفف من الاعراض، فما تحتاجش ان انت تروح لا قدر الله مستشفى، وده مهم جدا يا داليا. يعني اعتقد يا هند ان احنا ناس كتير قوي تعرضت ان هي يعني للاسف تعرضت للكورونا من غير اللقاح، وشافت الفرق لما بيكون واخدين اللقاح ازاي بيكون الاعراض اقل. صح. في حاجات كتير قوي بنتجنب ان احنا نتعرض لها من خلال ان احنا الحمد لله خدنا اللقاح. فللاسف مشكلتنا دايما ان احنا بنصدق اي اشاعه من غير حتى نجتهد ان احنا ندور وراء المعلومه او حتى نعرف مصدرها ايه. عاوز اقول لكم كمان بقى ان امبارح اعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن نتائج استطلاع مهم للراي اتعمل خلال النص الثاني من شهر اكتوبر. والحقيقه ان كشف الاستطلاع ده عن ان 75.6% من المصريين شايفين ان فيروس كورونا لسه بيمثل خطر على حياه الانسان. وكمان تضمن الاستطلاع سؤال مهم جدا حول مدى استعداد المبحوثين لتلقي لقاح كورونا، واشارت النتائج للاتي: ان 32.5% من المبحوثين اخذوا التطعيم بالفعل، وان 40.3% من المبحوثين لسه عندهم النيه في الحصول على اللقاح، و22.4% كشفوا عن عدم رغبتهم في الحصول عليه. يعني نقدر نقول كده ان شاء الله يا رب باذن الله حالت تستمر لكل الناس يا رب، لان ده امان ليهم. طبعا اكيد امان يا داليا، ويا رب الايام الجايه كمان نسبه ال 22.4% اللي احنا بنقولهم دول يغيروا رايهم وياخدوا اللقاح اللي ما فيش منه يا جماعه اي خوف. واحنا شايفين كل شعوب العالم اخذت اللقاح وبدات تعيش حياتها بشكل طبيعي، واحنا عندنا هنا في مصر مش بس عندنا كل انواع اللقاحات المختلفه، احنا كمان بنصنع وفي توطين لصناعه اللقاحات. فاحنا ان شاء الله نتمنى الفتره الجايه اللي لسه بيسمعنا من حضراتكم وما خدش اللقاح يروح وياخده، لانه ما فيهوش اي حاجه. انا شخصيا خدت اللقاح، داري خدت اللقاح، كلنا خدنا اللقاح وبنتكلم عادي وما فيش اي مشكله. بالعكس لما بيجي لحضرتك بعد الشر يعني الكورونا بتكون اعراضها اخف بكتير جدا لو ما خدتش اللقاح، خاصه ان احنا كل يوم في متحورات. عندنا هنا كلها خدت اللقاح، عملنا التطعيم للقناه كلها الحمد لله. بالظبط يا داليا، فيا رب ان شاء الله كده ربنا يشفي كل مريض ويحفظنا ويحفظ مصر كلها ان شاء الله. يا رب. فقرتنا النهارده بقى مختلفه ومتنوعه كالمعتاد، ان شاء الله تعجب حضراتكم. هتكون البدايه مع قراءه لاهم وابرز العناوين والمنشطات، وهيكون ضيفنا فيها النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. فقرتنا الثانية فقرة مهمة جدا يا هند، هتكون عن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية واللي انعقد أمس واللي هيستمر على مدار يومين. هنتكلم عن أهمية هذا الحوار ودوره في تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ده من خلال لقائنا بالدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. بعد كده فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين مع حضراتكم هتكون فقرة طبية، هيدور نقاشنا فيها حول تأخر الإنجاب، وهيكون معانا فيها الدكتور ياسين
الفقي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة وزميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بإنجلترا. كل دي كانت تفاصيل يومنا، يا رب إن شاء الله تحوز على إعجابكم. دلوقتي بقى خلينا نروح نطمن على حالة الجو. خلونا دلوقتي كده نطمن حضراتكم على حالة الطقس النهاردة ونطمن أكتر الطقس عامل إيه. ومن المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب البلاد، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وخلينا دلوقتي نطمن حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات الجمهورية. هنبدأ أولا بالقاهرة. القاهرة عندنا العظمى 30 والصغرى 20، الإسكندرية 27-19، إسماعيلية 29-18، الدقهلية 29-19، الغردقة 30-20، والمنيا 30-17. خلينا كمان نطمن حضراتكم لدرجات الحرارة لبعض العواصم العالمية، وهنبدأ أولا بالرياض. العظمى 29 والصغرى 14، أبو ظبي 30-26، أنقرة 21-6، لندن 15-12، واشنطن 22-9، أما بكين 8-3. بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة المتوقعة خلينا كمان نشوف مع حضراتكم أسعار العملات والذهب النهاردة يا ترى أخبارها إيه. هنبتدي مع حضراتكم بأسعار العملات، والبداية مع سعر الدولار الأمريكي اللي سجل للشراء النهاردة 15.64 جنيه، أما للبيع 15.74 جنيه. اليورو سجل للشراء 18.06 جنيه، أما البيع فسجل 18.22 جنيه. جنيه الاسترليني سجل للشراء 21.03 جنيه، بينما للبيع 21.28 جنيه. الريال السعودي سجل لي شراء 4.18 جنيه، بينما للبيع 4.19 جنيه. وأخيرا بالنسبة لي أسعار العملات، الدينار الكويتي سجل لي شراء 49.36 جنيه، أما للبيع 52.16 جنيه. ده بالنسبة لي أسعار العملات. أما أسعار الذهب النهاردة خليني أبدأ مع حضراتكم بعيار 18 اللي سجل 674 جنيه، أما عيار 21 فسجل 786 جنيه، عيار 24 سجل 898 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب سجل النهاردة 6288 جنيه. خلينا بقى دلوقتي نطمن حضراتكم كده على الحاله المروريه قبل ما تبداوا تتحركوا. بالتاكيد عايزين تطمنوا النهارده اخبار الطرق ايه قبل ما تنزلوا تعملوا اي مشوار، وده اللي هيطمنا عليه زميلنا محمد الايوبي من الاداره العامه لمرور القاهره. صباح الفل يا محمد. صباح الخير داليا، صباح الخير هند، صباح الخير على كل مشاهدي صدى البلد. يمكن بالفعل احنا في الإدارة العامة لمرور القاهرة عشان نرصد الحالة المرورية ليوم الثلاث النهارده. يمكن امبارح كان في اغلاق لبعض الطرق بسبب الشبورة المائية، لكن الحمد لله النهارده الصبح الطرق كلها مفتوحة، مفيش شبورة، وشايفين الجو جميل النهارده الحمد لله. خلينا نبدأ من كاميرات الإدارة العامة لمرور القاهرة. هنبدأ من طريق صلاح سالم مع يوسف عباس. هنلاقي إنه في سيولة مرورية في الاتجاهين، سواء اللي رايح لوسط المدينة أو اللي رايح لكوبري المطار. لو نزلنا تحت هنلاقي هنا منطقة صقر قريش والأوتوستراد. يمكن الاتجاه اللي رايح لمناطق البساتين والطريق الدائري هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية المتحركة، لكنها متحركة يعني ما فيش أي مشاكل. أيضا الاتجاه اللي رايح لمناطق السيدة عائشة هنلاقي إنه فيه سيولة مرورية مرضية جدا في الاتجاه اللي راح السيدة عائشة، ويعني الحمد لله الطريق هنا ما فيش مشاكل. لو انتقلنا لهذه الكاميرا هنلاقي إنه فيه هنا كوبري أكتوبر الاتجاه اللي رايح لمناطق الزمالك والجيزة، والاتجاه الجاي ده اللي رايح وسط البلد هنلاقي إنه فيه سيولة مرورية في الاتجاهين. بخصوص كوبري أكتوبر، احنا لو احنا جايين من مناطق مدينة نصر فممكن ننزل من عند نزلة لطف السيد، هيكون شارع رمسيس او امتداد رمسيس من تحت هيكون فاضي شوية، فبالتالي هيقلل الكثافات المرورية على كوبري أكتوبر، وممكن نطلع تاني على كوبري أكتوبر من ناحية غمرة ونكمل بعد كده.
هننزل هنا على محور المشير، ده الاتجاه اللي رايح لمناطق التجمع الخامس، في سيوله مروريه مرضيه جدا، وايضا الاتجاه اللي رايح لمناطق ابو زيد خضر، محور ابو زيد خضر، وبعد كده مناطق وسط البلد وكوبري اكتوبر، هنلاقي ان في برضه سيوله مروريه في الاتجاهين. هننتقل هنا لشارع صلاح سالم، اتجاه دوت اللي رايح كوبري المطار، وده اللي رايح لمناطق العباسية، هنلاقي برضو ان في سيولة مرورية في الاتجاهين، سيولة مرضية جدا، سواء في اللي رايح لمطار القاهرة او اللي رايح العباسية وبعد كده وسط البلد. يمكن عايزين ننوه كمان انه كان في النهاردة الصبح على كورنيش النيل كان في ماسورة مية منفجرة على كورنيش النيل عند بعد نفق حسين كامل، وتم الدفع بعربيات شفط، تم حل الأزمة، وأيضا تم الدفع بخدمات مرورية لتسيير حركة المرور. أيضا كان في أتوبيس عند مطلع كوبري العروبة، الحمد لله برضو تم الدفع بسيارات للمرور عشان تحل الأزمة، ودفع الأتوبيس بعد ما كان متعطل وكان عامل بعض التكدسات المرورية، لكن بشكل عام الطرق دلوقتي ماشية بشكل جيد جدا، وبنتمنى صباح جميل على كل مشاهدي صدى البلد وعودة ليكم. بشكرك جدا زميلنا محمد الأليوبي، يعني طمنا كده النهارده الحاله المروريه عامله ايه، وان شاء الله اهم حاجه الناس توصل بسلامه وامان اي مشوار كده، يعني نتأنى بس دي بالظبط دي اهم حاجه. والحمد لله يعني رغم وجود شبوره في النهارده الصبح بدري، لكن الحمد لله ما فيش اي حاجه مقلقه على الطرق، واكيد طبعا مجهود رجال المرور موجود في كل مكان من الساعات صباح الاولى. طيب بعد ما طمنا على حركه الشوارع، ايه رايكم بقى نقوم دلوقتي نتنشط كده شويه تمارين رياضيه؟ مشاهدينا الكرام، بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم، ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. وشرفنا ومنورنا النهاردة فقرتنا النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. برحب بحضرتك معانا، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. خلونا نبدأ جولتنا الإخبارية بالمباحثات الهاتفية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون، حيث بحث الرئيسان بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا والمزمع عقده في باريس. عبر الرئيس الفرنسي عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس بشأن القضية الليبية، في ضوء التقدير للجهود الشخصية للسيد الرئيس تجاه تسوية الأزمة الليبية والتي عززت المسار السياسي لحل القضية، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكدا حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم. توافق الرئيسان على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة. أضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية في إطار المشروعات التنموية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة في مصر. يعني هذا يعني او هذه المباحثه او المهاتفه اللي حصلت في ما بين الرئيسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي، فرنسا الى حد ما الرؤى متوافقه في مساله القضيه الليبيه، خاصه ان احنا طلباتنا ثلاثه، ان احنا يعني عدم التدخل الاجنبي، اجراء الانتخابات، خروج المرتزقه من ليبيا، وده اللي بتسعى عليه مصر واللي متوافقه معاها فرنسا في هذه الرؤيه. إجراء الانتخابات اللي احنا كلنا منتظرينها، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم ان احنا منتظرين ان الانتخابات تجرى والأمور تستقر في ليبيا. المباحثات اللي دارت ما بين الرئيسين شفتها ازاي؟ شفتها تطور طبيعي للعلاقات المصرية الفرنسية في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة، احنا شفنا تطور إيجابي وبينمو بخطى ثابتة ليها يعني ليها تقدير جامد جدا. صحيح. أولا فرنسا بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون لما جه في الولاية بتاعته، كان في شوية عدم استيعاب لطبيعة المجتمع المصري وطبيعة التحركات وطبيعة ثقافاته. صحيح. فكان في توجه في كلام عن حقوق الانسان بطريقه غريبه، في كلام مش متوافق معانا كمصريين خالص. استعبنا الامر بهدوء وتعاملنا معاه بدبلوماسيه وسياسه يعني هاديه جدا
ولكن صارمة في نفس الوقت ان احنا لينا طبيعة خاصة. مع الوقت لقينا الرئيس الفرنسي بدأ يستوعب ده، بدأ يحصل متغيرات في الاقليم، مصر بدأت تعمل لنفسها توازن سياسي في المنطقة كبير جدا، توازن استراتيجي، يعني القوة الاقتصادية اللي حققتها مصر والاصلاح الاقتصادي خلى العالم يبص لها بشكل مختلف. لما بدأت مصر كمان يبقى ليها تدخل إقليمي متوازن، وتدخل إقليمي يعبر عن أن هي بتحافظ على أمنها القومي، تحافظ على الأمن القومي العربي، لا تتدخل في شؤون الغير، ولكن تتدخل حينما يكون الأمر في تحدي أو يخص أمنها القومي الخاص بها. ليبيا مثلا على سبيل المثال عشان هي موضوعنا، احنا بيننا وبينها 1200 كيلو شريط حدودي كامل، ولذلك هي بالنسبة لنا أمر أمن قومي هام جدا. الأطراف الليبية كلها لم تتفق إلا عندما تدخلت مصر. صحيح. الأطراف الليبية المتنازعة، القبائل الليبية، كلنا عارفين أن ليبيا دولة قبلية فيها قبائل متعددة، فيها عناصر قوة متشعبة كبيرة جدا. مصر هي الدولة الوحيدة اللي قدرت أن هي تجمعهم، تقعد معاهم، تتناقش معاهم، توصل لصيغ مع كل الأطراف المتناحرة إن هي يقدر يبقى فيه طريق للتفاهم أو للاتفاق. العالم لما بيتابع ده بيشوف إن الدولة دي عادت لقوتها وعادت لريادتها بقوة وبصلابة وبثبات. لما حصل ده بدأت الدول العالم فيما يخص الشأن الليبي يقولوا لا، مصر هي رمانة الميزان، مصر هي اللي لما نبدأ نعمل أي تحرك يخص ليبيا لازم نتوافق مع مصر. في أطراف طبعا من مصلحتها أن الأمر ما يتمش وأن يفضل في حالة عدم استقرار في ليبيا لتأثير على الشرق الأوسط كله. حتى دول لما مصر بمنتهى الصرامة وقفتهم عند حدهم، ولما مصر قالت في خط أحمر سيرة الجوفرة، ولما حد حاول أنه يعتدي عليه أو يعني يعديه بالفعل شاف أن مصر قادرة على حماية كلمتها، والرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيطلق تصريح هو يعلم جيدا أنه قادر على تنفيذ تصريحه، برضو دي بتخلي العالم يبدأ يقول احنا بنتكلم وبننفذ في نفس الوقت. فطبيعي جدا ان النهاردة الرؤية الفرنسية طبعا من البداية هي فيها توافق كبير مع الرؤية المصرية. الاتحاد الأوروبي عامة يحب ان الشرق الأوسط او بما يسمى بالنسبة له جنوب البحر المتوسط يكون في حالة استقرار، لان هو دايما بيعاني من الهجرة غير الشرعية، فهو مش عايز منافذ جديدة للهجرة غير الشرعية، هو بيعاني منها وبينفق عليها مليارات. ومصر كان لها دور كبير جدا في توضيح للاتحاد الأوروبي ان انت بدل ما بتصرف على الهجرة غير الشرعية يعني انفق اموالك على استقرار وتنمية هذه الدول. صحيح. علشان خاطر توفر عليك النفقات بتاعت الهجرة غير الشرعية. الاتحاد الأوروبي استوعب ده كويس جدا، فرنسا وألمانيا. جولات الرئيس الأخيرة وتوضيح الرؤية للاتحاد الأوروبي يعني كانت يعني مكثفة، والمعلومات فيها وتوضيح الرؤية المصرية وفيما يخص قضية الهجرة الغير شرعية يعني الرئيس تحدث عنها باستفاضة في اللقاءات الأخيرة. يكفي إن احنا بنفتخر في مصر دلوقتي إن احنا بقالنا أكتر من 3 سنوات ما عندناش حالة واحدة هجرة غير شرعية، وده بالمناسبة كان ليه ترتيب أوضاع داخلية وفي نفس الوقت سياسية واستراتيجية. صحيح. إن احنا وفرنا فرص عمل، قللنا البطالة، المواطن المصري النهارده بحس ان هو ممكن يشتغل في مصر مش محتاج ان هو يعمل كده. طبعا خلينا نتفق ان في اطراف شريره ما زالت موجوده وان هي بتحاول ان هي برضو تقنع الناس بحاجات مختلفه، ولكن في نفس الوقت على ارض الواقع اصبح هو ده الحال. العالم وقيادات الدول لما بتشوف الموضوع دوت بتشوفه بشكل منظور اشمل واعم. فرنسا النهارده طبعا تحب انها يكون ليها دور اقليمي قوي، فرنسا دولة عظمى ودولة كبيرة، فعلشان تبدأ تنسق للشأن الليبي، علشان تبدأ تقول انا عايز اعمل حوار يخص الانتخابات الليبية والاستقرار الليبي، كان اهم حاجة بالنسبة لها ان لازم يكون في تشاور مع رئيس مصر، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم ده امبارح طبعا وتم التوافق، وهو بالمناسبة يعني فرنسا كانت عايزة تاخد ترحيب مصري بعقد اللقاء عندها، وده تم امبارح، وان شاء الله اللقاء يتم ويكون لقاء مثمر، لان في النهاية كلنا بنسعى لاستقرار ليبيا، وكلنا لازم نسعى لمواجهة كل من يسعى لعدم استقرار ليبيا. صحيح. طب خلينا نتكلم برضو، لأن الحقيقة أن المباحثات الهاتفية اللي تمت ما بين الرئيسين تضمنت أيضا الحديث عن العلاقات المصرية الفرنسية والجزء الخاص بالملف الاقتصادي والعسكري، وإحنا شاهدنا الحقيقة أن في الفترة الأخيرة أن الرئيس وفي أثناء فترة التسليح بتاع الجيش وزيادة الحقيقة قدرة القوات المسلحة التسليحية بدأ أن هو يبقى فيه صفقات مع فرنسا. الملف ده تحديدا والعلاقات المصرية الفرنسية الاقتصادية والعسكرية،
مصر بقالها حوالي 6 سنوات دلوقتي بتتبع حاجة اسمها الاستراتيجية العامة أو السياسة العامة. صحيح. هي الانفتاح على الكل. الكل علشان أنا برضو في نفس الوقت ما يكونش في حد معين هو اللي يعني بيتحكم فيه. صحيح. فرنسا معروف كويس قوي إن هي شريك مصري قديم وشراكة المصرية الفرنسية بقالها عشرات السنوات، لكن هي بالفعل في يمكن آخر 3 سنين بعد ما وصلنا للغة تفاهم تقوم على المصالح المشتركة. احنا مش عايزين حد يوسع علينا. لما وصلنا للنقطة دي بدأنا بقى نتكلم فيما يخص الاقتصاد. صح. ومصر كمان النهاردة يعني بقت تحولت من دولة بتأخذ منح وقروض إلى دولة بتشجع الاستثمار الداخلي. لما عدلت البنية التحتية عملت إصلاح اقتصادي بقى عندها أمن وأمان، هي تعتبر الدولة الأمنة أو الأكثر أمانا في الشرق الأوسط حاليا. ففرنسا دايما بالذكاء لما تشوف ان في دولة مستقرة هي اللي بتسعى ان هي يكون لها استثمارات فيها. التعاون العسكري اللي بينه وبين فرنسا طول عمرنا في بيننا تدريبات عسكرية، في بيننا تعاون في شراء المعدات العسكرية والأدوات العسكرية المختلفة، ده بيتوسع كل فترة من منطلق التعاون الاستراتيجي المتكامل بين البلدين. اللي فيه يمكن طفرة غير معتادة هي العلاقات الاقتصادية، لأن برضو مصر حاليا بقت منطقة تمركز في الشرق الأوسط بعد محور تنمية قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، المدن الجديدة، العاصمة الإدارية على فكرة بينظر إليها من العالم إنها تكون عاصمة تكنولوجية وإنها تكون محور تكنولوجي. فالاستثمار الفرنسي في مصر النهاردة بقى قائم على مجموعة من المعاملات ومجموعة من المعدلات، هي ديت اللي بقت بتسمح له إن إحنا نبقى عندنا القوة إن إحنا نطلب منه إن هو عايزين نوطن الصناعات الفرنسية في مصر. يعني أنت بدل ما تبقى بتصدر لي على سبيل المثال عربيات، لا انت تعمل مصنع العربيات عندي. هو ده عشان نبسط للناس. صحيح. عايزين نوطن الصناعة ازاي؟ ان هو يصنع عندي، ان هو ينقل لي التكنولوجيا ويديها لي وهي تبدأ وانا كمان في نفس الوقت احقق له حاجة هو نفسه فيها، ان انا ابقى نقطة التمركز بتاعه للانتشار في شرق الاوسط وافريقيا. صحيح. خلونا على ذكر المدن الذكية، ولو بنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة وإنها هتبقى مدينة تكنولوجية، وعندنا الحقيقة مدن ذكية أخرى بيتم إنشائها غير العاصمة الإدارية الجديدة، يعني مصر فيها طفرة في هذا المجال. خلونا نروح لخبر آخر خاص باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية. سيادته وجه بمراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدن خضراء وصديقة للبيئة بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة خاصة في وسائل النقل الجماعي، فضلا عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة في مصر. حقيقة ان احنا واحنا بنتكلم عن يعني كنا زمان لما نسمع انشاء مدن جديدة احنا بنعملها عشان السكن، يعني علشان يبقى ايه نقلل الضغط في الشريط الضيق من الوادي وننقل الناس لمدن جديدة. النهاردة واحنا بنتكلم عن مدن جديدة بتقام، لا احنا بنتكلم عن وجهة نظر مختلفة، بنتكلم عن مدن تستقبل فعاليات عالمية وتبقى مجهزة، بنتكلم عن مدن خضراء تناسب دلوقتي ما يحدث من اتفاقات ودخول مصر في اتفاقيات تغير المناخ. حاجات كتيرة وجهة النظر في انشاء المدن بقت مختلفة. هي مصر في السنوات الأخيرة بتشتغل على 3 محاور على التوازي. المدن الجديدة، وده هنقول فلسفتها حياة كريمة، ده علشان المواطن المصري يبقى بيلمس التطور معانا ويبقى حاسس ان حياته بتتغير. 60 مليون مصري او 55 مليون مصري حياته ما تتغير في خلال 3 سنوات. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، الثلاث محاور يعني هم توجه عالمي وهم في غاية الأهمية دلوقتي. المدن الجديدة ليها فلسفة مهمة جدا، ان انا اعملها بتطور وان انا اعملها بتطور تكنولوجي وان انا ادعو ليها فعاليات ومؤتمرات وهي كمان تبقى مقر لاستثمارات. ده ليه بعدين. البعد الاول ان احنا طول عمرنا في مصر عندنا المركزية، يعني اي استثمارات او اي حاجة يجي القاهرة، او يعني بالكثير قوي يروح اسكندرية. يروح القاهرة. صحيح. عايز يشتغل يروح اسكندرية. الدلتا والصعيد طول عمره بيعاني من التهميش،
فلما نبدأ نعمل مدن جديدة ونعملها على الطراز الحديث، ده بقى بيشجع الاستثمار الأجنبي في الصعيد وفي الدلتا وفي الوادي الجديد في الناحية التانية. عندنا المثلث الذهبي إن شاء الله بإذن الله هيكون في طفرة كبيرة الفترة اللي جاية. وحياة كريمة برضو لما هتعمل مجتمعات صناعية داخل القرى بما يتناسب مع الصناعات أو الخبرات اللي موجودة داخل، وده كمان بيهدف لفكرة إن أنا أقلل يعني الهجرات والتكدسات، وإن أنا مش لازم أجي القاهرة ومش لازم أروح اسكندرية عشان أشتغل أو ألاقي فرصة عمل، أنا موجود في مكاني في وسط أهلي وهلاقي. حقيقي الإحصائيات بتقول إن في تقدم ملموس في الهجرة الداخلية في مصر، ده حقيقي بدأ يحصل، وكتير دلوقتي مثلا من أسوان يقول لا أنا رايح أسوان علشان أو أنا راجع أسوان عشان أشتغل في المشروع اللي هناك، أقرب لي وجنب بيتي وجنب أهلي، كتير بقى في أهلنا في الصعيد، بقى في أهلنا في الدلتا، في الوادي الجديد النهارده في مشروعات كبيرة جدا على مستويات مختلفة. ليه كل دوت هيبقى سببه؟ أولا زي ما بقول لحضرتك إن إحنا نلغي المركزية، إن ما يبقاش في تهميش، إن يبقى جميع أركان الدولة المصرية، حتى سينا نفسها بقى فيها تنمية وأهالي سينا بقوا يستفيدوا من التنمية في سينا. كل دوت بقى خلى المستثمر الأجنبي كمان ما يبقاش مجرد أنه هو شايف القاهرة أو شايف مثلا عندنا الجيزة أو 6 أكتوبر، لا هو بقى ممكن يستثمر في الصعيد، بقى في بنية تحتية جاهزة، بقى في خطوط مواصلات جاهزة للربط بين المواني والمطارات، فهو بقى قادر على التصدير، بقى عنده مناطق صناعية مختلفة. كلنا شفنا مثلا منطقة صناعية زي منطقة دمياط الجديدة لما اتعملت، بني سويف الجديدة وهي بتتعمل، كل أنا بحاول أقول أسامي مدن ومحافظات بعيدة تماما عن القاهرة. الانتشار ده وإنها حرص سيادة الرئيس مع الحكومة إنها تكون بكل نظم التكنولوجية الحديثة، رسالة للمستثمر إن إحنا عندنا تنوع في المناطق وعندنا تنوع في البنية التحتية، فهو يبدأ النهاردة لما يجي يختار المنطقة بناء على الصناعة اللي هو عايز يشتغل عليه، فالسوق يبقى مفتوح متكامل ويبقى على أحدث طراز ومراكب للتكنولوجيا الحديثة، بيبقى ما عندوش مشاكل. أكيد. خلونا نروح لخبر آخر، الحقيقة هو من الأخبار الحلوة قوي واللي احنا كلنا بنتمنى، يعني لو حضراتكم ترجعوا كده لعشر سنين مصر كانت مصنفة أنها من الدول الأكثر انتشارا لمرض فيروس سي، وكانت الحقيقة النسبة فيها كبيرة، يعني كنا قربنا من نسبة كبيرة جدا للإصابات في المجتمع المصري. النهاردة وزارة الصحة بتعلن أن مصر أول دولة في العالم أعلنت عن تخلصها من فيروس سي، وده راجع الحقيقة اللي كان جهود كبيرة ومبادرة كبيرة اتعملت من الرئيس عبد الفتاح السيسي ب 100 مليون صحة، وده علشان الكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض الغير سارية. وزارة الصحة والسكان قالت أن مصر حصلت على إشادات دولية من منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات المعنية، وأشارت لأن المبادرة قدمت جميع الخدمات بالمجان للمواطنين. وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة قدمت 90 مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين طوال فترة تطبيقها، كما أنها قدمت العلاج بالمجان وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية. عايز أقول لحضراتكم أن مصر عشان تعمل ده هي أساسا وفرت علاج فيروس سي اللي كنا كلنا بنصرخ ونقول هو فين علاج فيروس سي المكلف طبعا اللي ما كانش حد بيقدر صحيح. عليه وفرته للمواطن بالمجان. صحيح. بناء الإنسان كان أحد الأهداف الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح. ويمكن يعني لو رجعنا نقول إحنا كنا بنتكلم على العلاقات المصرية الفرنسية، كل العالم كان شايف التحول الديمقراطي والديمقراطية وإحنا ما كانش عندنا اعتراض عليه، لكن إحنا كنا بنقول إحنا عايزين إنسان سليم علشان نقدر نديله حقوق الديمقراطية عشان يمارس الديمقراطية أصلا، يعني هو يبقى إنسان تعبان إنسان متعلم صحيح. وعنده صحة وعنده عيشة وعنده حياة كريمة نقدر إن إحنا بعد كده نؤهله للديمقراطية أو نديله المساحة الديمقراطية بالزبط. نرجع لموضوع الصحة، مصر كان ليها استراتيجية واضحة في الصحة وما زالت مستمرة عليها، هي أولا يعني إنشاء التأمين الصحي الشامل علشان يبقى المواطن المصري بيتعالج بطريقة آدمية ويبقى بيتعالج بطريقة طبقا للمعايير الدولية زي ما العالم كله كل واحد عنده ببطاقته تأمينه الصحي الشامل اللي بيروح بيه أي مستشفى في الدنيا يتعالج، والحمد لله بناخده خطوات كبيرة في الأمر وفي محافظات تطبق فيها، لكن كان لازم على التوازي إن احنا نعالج المشاكل الحياتية أو اليومية اللي موجودة. كان عندنا أزمة كبيرة اسمها فيروس سي وكنا بنعاني ان احنا اعلى معدلات من اعلى معدلات فيروس سي في العالم والعالم بينتقدنا لهذا الامر، واحنا كمان المواطن المصري يعني بيتحمل اعباء كبيرة جدا بسبب فيروس سي، فكان لازم نعمل حلين برضو في نفس الوقت، ان احنا نعمل اي طريقة علشان ننهي هذا المرض من مصر
تاني حاجة ان احنا نمنع انه يكون مرة تانية. طيب احنا انهيناه بمبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة والحملة الكبيرة اللي تمت على مدار سنوات والناس ما بقتش مصدقة ان هم اللي بيجي لهم التليفونات من وزارة الصحة وبيخبطوا على بيوتهم علشان يعملوا التحاليل وعلشان ياخدوا العلاج. طب ازاي نخليه ما يجيش تاني؟ اكتشفنا طبعا ان في مصر في الصرف الصحي داخل في الزراعه في حاجات كتير، وان احنا الاراضي الزراعيه فيها مشاكل كتير وعندنا مشاكل في الترع وعندنا مشاكل كتير. عملنا تبطين الترع فقفلنا الموضوع ده، بدانا نوعي الناس ويبقى في عندنا تغيير في ثقافه المجتمع، بدانا ان احنا نعيد بناء او نعيد هيكله الصرف الصحي في الريف المصري وفي المدن او القرى الزراعيه. كل ده ليه؟ عشان ما يبقاش عندنا فيروس سي تاني. صحيح. المحاور اللي بحكي لحضرتك عليها دي العالم والمنظمات الدولية بيراقبها أكتر مننا 100 مرة. صح. بيتابع تطوراتها لأنه بيعمل الإحصائيات بتاعته. فالإحصائيات اللي بتطلع من منظمة الصحة العالمية دي ليست مجاملة لمصر، ولا هي لا تستطيع أن تجامل مصر. لا. بالعكس، دي شهادة وتوثيق لما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات. صحيح. الحقيقة أنا كنت سعيدة بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تحديدا، لأنها كانت هتوفر قاعدة بيانات، وهذا فعلا اللي حصل. صحيح. قاعدة بيانات للمريض أو للمواطن المصري، هو بيعاني من إيه دلوقتي بالرقم القومي، أنا بدخل أعرف المريض. صحيح. عنده إيه وتعالج من إيه وإيه اللي ممكن أقدمه له وإيه اللي هو محتاجه، وأبقى عندي بعد لرؤية كمان 10 سنين هو المواطن ده ممكن يحصل له يعني. صحيح. هو ده يعني الحقيقة كمان من ضمن الحاجات المهمة قوي لمبادرة 100 مليون صحة. خلونا نروح بقى لتصريحات السفير حسام دين رضا سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي، اللي قال فيها انه تم تنسيق مهمة القافلة الطبية الموفدة من وزارة الصحة والسكان المصرية لمعالجة ضعف الإبصار، وده بالتعاون مع وزارة الصحة والتعليم في وزارة الصحة والتعليم في جيبوتي، وإعمالا للمبادرة الرئاسية المصرية تحيا مصر إفريقيا. قال كمان أن قياس دي هيتم لعمل قياس وحدة إبصار أو وحدة الإبصار، وأضاف أن القافلة الطبية استمرت لمدة أسبوع أثمرت عام توقيع الكشف الطبي على 1354 من الطلاب في جيبوتي، فضلا عن صرف مئات النظارات الطبية، وبرر ما حققته القافلة من نجاح وما لاقته من تقدير من جانب الحكومة الجيبوتية، واللي انعكس من خلال حرص وزير الصحة الجيبوتي على تكريم أعضاء القافلة بمشاركة السفير المصري وتأكيده على تقدير بلاده وتسمينها للتعاون مع مصر. مصر رجعت تاني لإفريقيا، وده كنا اللي هو غياب الدور المصري لسنوات طويلة أفقدنا حاجات كتير. صحيح. عودة مصر لإفريقيا كانت لها تحضير لفترة طويلة، وكنا عارفين كويس قوي ان احنا لما نبدا نرجع لافريقيا هنواجه تحديات هي طبعاً. ان احنا بعدنا عنها فتره طويله، في ناس تانية قدمت الدعم، وطول الفتره اللي احنا سيبنا فيها الارض في ناس مالتها مكاننا، وده كان طبيعي. اطراف افريقيا ارض الثروات الخصبه اللي بيتقال عليها لغايه دلوقتي، ارض الثروات الغير مستغله، واحنا بالنسبه لنا البعد الافريقي بتاعنا هو عمق لمصر. لما بدأنا نرجع لأفريقيا تاني والدولة المصرية بدأت ترجع لأفريقيا تاني، كان في تحديات ان الشعوب نفسها هي عندها التراث والإرث الخاص بالرئيس جمال عبد الناصر والتحركات التحرر الأفريقية. صحيح. وما تم في الفترة دي، لكن في أجيال كمان طلعت كانت مش عارفة حاجة. فلما بدأنا ندخل أفريقيا تاني احنا قرب المسافة بيننا وبينهم وطبيعة الدم اللي بيننا وبينهم، الحنين اللي بيننا وبينهم، فخلاهم ان هم يقدروا يقبلوا التقرب مننا بسرعة. مصر لما بقت رئيس الاتحاد الافريقي في 2019 واحتوائها للقضايا الافريقيه وتفعيل كل القضايا الافريقيه، السلم والامن الافريقي، قضايا المراه الافريقيه. صحيح. قضايا الشباب الافريقي، انا لن انسى رئيسه احد المنظمات الافريقيه لما قالت للرئيس عبد الفتاح السيسي احنا نفسنا تعمل المراه الافريقيه. صحيح. اللي عملته للمراه المصرية. فكل الخطوات دي خلت الشعوب الافريقيه بدات تشوف مصر بشكل مختلف. ومصر بدات تحط خطط واضحه واستراتيجيه واضحه ان هي تبقى منفتحه على كل افريقيا. صحيح. شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم من الايام زار غينيا، شفنا زيارات لكل دول أفريقيا من جميع المسؤولين المصريين. جيبوتي بالنسبة لمصر لها أهمية خاصة. جيبوتي هي دولة من دول القرن الأفريقي، جيبوتي موجودها على المحيط الهندي، فهي تعتبر منفذ مهم على مضيق باب المندب. هي ليها يعني بعد جغرافي مهم جدا، دولة صغيرة
بس هي ليها تأثير محوري طبعا جدا جدا، لأن هي يعني وجودها في هذه المنطقة مخليها ليها تأثير كبير جدا. طبعا واهتمام مصر بجيبوتي كان اهتمام يعني كبير جدا، والفترة الأخيرة على فكرة كان فيه خطوات تانية ومبادرات تانية في إعادة البنية التحتية في جيبوتي ومشروعات في جيبوتي. ده يعني القافلة الطبية دي في سلسلة حاجات كتير بتتم. كل ده بيخلينا نعمل إيه؟ بيخلينا نرجع إن إحنا تاني يبقى العلاقة الأفريقية فيها الدفء والحنين اللي بيساعدنا في التحديات بتاعتنا. تحدياتنا واحدة كلنا، يعني لسه كنا بنقول ملف البطالة ده تحدي إفريقي، ملف الهجرة غير الشرعية ده تحدي إفريقي، الثروات الإفريقية اللي محتاجة إن إحنا نستثمرها ويستفيد منها المواطن الإفريقي. دي كانت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع دول العالم أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي. خليني أقول لحضرتك إن حتى اللحظة في دول أوروبية كتيرة جدا بتقول إحنا نفسنا إن مصر ترجع تاني تعمل لنا اللي كانت بتعمله هي رئيس الاتحاد الإفريقي من لم الشمل الإفريقي والتحدث بالصوت الإفريقي، لأن من بعدها يمكن ما كانش ده بيتم. أنا ما شفتش محفل دولي رئيس حضره غير لما كانت إفريقيا القارة الإفريقية حاضرة. ده صحيح. يعني في التغير المناخي الأخير، يعني لو خدناه على سبيل المثال، أول ما تحدث قال إن إفريقيا على الرغم من عدم مسؤوليتها عن يعني إن التلوث أو التغير المناخي، إلا أن الدول لازم تتخذ موقف داعم وإنها تدي التحفيز أو الحوافز المهمة علشان دول إفريقيا تقدر. يعني فكرة ان انا مش بتكلم عن مصر، انا بتكلم عن القارة الافريقية. وجود مصر في اثناء الاتحاد في رئاسة الاتحاد الافريقي غيرت المفهوم اللي هو كانت الدول كلها باصة ان احنا عايزين نقدم وجبة سخنة للمواطن الافريقي. ده كان الحلم، يعني دي المساعدة. فالنهاردة احنا بنتكلم عن مساعدة، غير ان انا مش هقدم له وجبة، انا هقدم له حاجة تخليه يقدر ان هو يستثمر ويطور في بلده. يعني يكفي ان اقول لحضرتك ان مفيش محفل افريقي بنحضره غير لما يقول لك اطلاق المبادره الخاصه باسكندريه كيب تاون، امتى هتفعلوها؟ التوافق التجاري بين المنظمات التجاريه المختلفه اللي مصر دايما حريصه ان هي تفتحه في كل يعني في كل المؤتمرات وفي كل المنتديات. لا، في فرق كبير جدا. خليني اقول لحضرتك حتى الدول الغربيه يعني يمكن النظره بقت مختلفه طبعا، ويقول لك يعني امتى هنفعل. كان في لقاء مهم قوي روسي افريقي برعايه مصر، هنفعله امتى؟ فرنسا نفسها على ذكر فرنسا كانت تقول لك الاتحاد الأوروبي اجتمع مع مصر وأفريقيا في رئاستها الاتحاد الأفريقي، طب ده هيتم تاني امتى؟ فيعني الحمد لله احنا بدأنا نرجع بقوة. الحمد لله. الحقيقة أنا كمان مبسوطة قوي إن الطلاب، يعني أكيد الطلاب الأفارقة أو الطلاب اللي موجودين في جيبوتي هيفضلوا في ذهنهم هم فاكرين إن جت قافلة مصرية وشافتنا وإحنا بنتعالج يعني ده بيفضل في الأذهان، والحقيقة بيعمل وجهة نظر وبيكون خبرة جميلة عن البلد. خلونا نروح لخبر آخر، وده فيه إشادة من عادل العصومي رئيس البرلمان العربي بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عربي، اللي أكد فيها على حرص البرلمان على المساهمة في إنجاح هذه المبادرة الرئاسية الهامة اللي بتمثل خطوة نوعية غير مسبوقة في تعزيز الاهتمام والحفاظ على اللغة العربية وهويتها لما تمثله من أبعاد قومية. جاء ذلك الاجتماع التشاوري اللي عقده العصومي مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيرة مكرم عبر تطبيق زوم، حيث اتفقا على تنظيم ندوة مشتركة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من ديسمبر على هامش معرض إكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وده في إطار تنفيذ مبادرة اتكلم عربي. من المبادرات الحلوة قوي اللي لفتت انتباهنا كلنا والحقيقة ولاقت نجاح كمان على السوشيال ميديا اتكلم عربي، احنا سيبنا اللغة العربية وناس كتير من الدول العربية يعني، وخصوصا مع الظروف التاريخية والاحتلال والاستعمار، ثقافات والهوية بدأت انها تتنسي. فإعادة مرة أخرى اتكلم عربي دي أعتقد أنها مبادرة عربية رائعة. خلينا نقول إن الوزيرة نبيلة مكرم إحنا بقينا بنطلق عليها الوزيرة المبدعة. حقيقي. بصراحة. يعني هي فعلا ما بتعديش شهر إلا لما تكون لها مبادرة. صح. المبادرة دي يكون لها تأثير على المصريين في الخارج، ويكون لها تأثير على يعني الوطن العربي كله. هي فعلا بدأت يعني أو حققت تكامل كبير جدا، يعني كان لها حتى مبادرة قبلها تخص حياة كريمة وتفاعلت بها مع المصريين في الخارج. صح. هي فعلا وزيرة نشيطة جدا بتتحرك كتير، حسستنا
بان بقى في شكل مختلف للتعامل مع المصريين في الخارج. احنا عندنا 11 مليون مصري في الخارج. مبادره تتكلم عربي طبعا المبادره رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو بالمناسبه قبل كده اتكلم عن لغتنا العربيه كذا مره وشدد على ان احنا لازم نعيد الاهتمام بها مره اخرى ونعيد احيائها واثرائها. حتى هتلاقي حضرتك السيده الاولى في الفتره الاخيره بدات تطلق مسابقات للاطفال وللابداع في الشعر وفي الثقافه. كنا بدانا ننسى الحاجات دي او كان بدات ما تبقاش موجوده، بقينا نشوفها. كان عندنا اجتماع مع وزيرة الثقافة امبارح وقعدت تعدلنا كمية المسابقات اللي بتعملها السيدة انتصار السيسي فيما يخص الثقافة والإبداع باللغة العربية. الوطن العربي يمكن أهم حاجة بتجمعه هي اللغة الواحدة. ممكن نختلف في اللهجات لكن كلنا في الآخر بنتكلم اللغة العربية. اهتمام مصر باللغة العربية، عايز اقول لحضرتك الدول العربيه لما بتشوفه بتحس ان يعني الدوله الام ليهم اللي هي الام الوطن العربي بتتحن للغه اللي بتجمعنا كلنا مع بعض. فعشان كده دايما حضرتك هتلاقي رئيس البرلمان العربي بيشيد بمبادره زي دي، لان احنا كلنا محتاجين فعلا نرجع نهتم باللغه العربيه تاني. والمصريين اللي موجودين في الخارج واولادهم اللي مش بيعرفوا يتكلموا عربي، يعني دي كمان حاجه طبعا يعني صعبه جدا. الجيل الثاني والثالث هي بصراحه، خليني اقول لحضرتك كل الاجتماعات مع وزيره الهجره كلامها عن الجيل الثاني والثالث، هي مهتمه جدا بالجيل ده لان شايفه ان ده قوه مصر القادمه ودول مستقبل مصر ولازم نحتويهم ولازم نحتضنهم. مش قادر اقول لحضرتك بتعمل قد ايه معاهم مؤتمرات، بتعمل معاهم ندوات، دي ادمجتهم في المجتمع المصري وفي منهم كتير رجعتهم يشتغلوا في مصر. بقينا بنقابلهم، بقينا بنتعامل معاهم. فارجع اقول لحضرتك تاني، العالم يراقب والمنظمات الدوليه تراقب ومفيش حاجه دوليه بتجامل، لكن لما بتشيد بتبقى عارفه ان دي خطوه اثرت وليها تاثير كبير جدا. حقيقي انا بشكر حضرتك جدا سياده النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه دلوقتي، هنروح لفاصل وبعدها نبدا فقرتنا تابعونا وصباح البلد. مشاهدينا الكرام بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم. الحقيقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك نظرة للدولة المصرية مختلفة، وهي الاتجاهات المختلفة. يعني احنا مش مقتصرين على علاقات دولية تجاه جهة معينة او دولة معينة او وجهة معينة، فالعلاقات المصرية الامريكية شهدت تطورات عديدة بحكم الظروف اللي عاشتها المنطقة العربية كمان على وجه الخصوص، ومنطقة الشرق الاوسط بوجه عام، ده على مدار الاربع عقود الماضية. كمان العلاقات ما بين البلدين اتسمت بالاتزان، عدم الانحراف عن المسار المعتدل اللي حافظ على استقرار علاقات الصداقة فيما يخص الدولتين. كمان بيتضح أيضا من أدوار الوساطة اللي بتحملها كل البلدين لتسوية النزاعات، محاولة الحفاظ على استقرار الأوضاع في المنطقة، لا سيما الوساطة التاريخية ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. امبارح كان هناك عقد لحوار استراتيجي ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية استمر على مدار يومين، وكان بوجود سامح شكري وزير الخارجية وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. أنظار العالم كلها بتتجه إليه لأهمية هذا الحوار، الحديث أكتر عن الموضوع، هو إيه اللي حصل، هو مصر هنعمل إيه، هو إيه الاستفادة اللي هتحصل للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط من هذا الحوار. مشرفنا ومنورنا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور طارق. خليني أتكلم عن يعني الأول طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية على مدار الأربع عقود اللي فاتوا، وإيه التطورات اللي حصلت وصلنا ليها النهاردة. هو بالتأكيد طبعا هي علاقة استراتيجية في الأول، لكن هي بدأت بتواجد الولايات المتحدة كطرف وسيط وموقع على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. الرئيس جيمي كارتر وقع جنب الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل وقتها مناحم بيجن. منذ هذه اللحظة وما تلاها بقى من خطوات دشنت طبيعة الخصوصية في العلاقة المصرية الأمريكية. القضية كانت مرتبطة بطبيعة بقى الإطار البنيوي للعلاقة، جزء منها كان سياسي، جزء استراتيجي واقتصادي. طبعا الاختزال العلاقة في جزء المعونات أو التعاون العسكري دي مقاربة قديمة،
لأنه بطبيعة الحال العلاقات تطورت بصورة كبيرة. في مطلع الثمانينات كان في إقرار من مصر والولايات المتحدة بموضوعات الدعم الاقتصادي وتدشين المرحلة الاقتصادية. هذه المرحلة بعد اتمام الانسحاب من الأراضي بالكامل، طبعا سيناء مطلع الثمانينات كانت الولايات المتحدة موجودة، الولايات المتحدة ليها قوات متعددة الجنسيات بمشاركة عدد من الدول في سيناء، ليها حضور مصري مقيم كل هذه السنوات، رعت طبيعة العلاقات الخاصة بين مصر والولايات المتحدة. بنينا الشراكة على مراحل مختلفة، بمعنى أنه الحوار الاستراتيجي اللي حضرتك أشرت وتكرمت بيه هو بدأ في عهد كلينتون، لكن كان قبلها في مراحل مرتبطة بمحطات مفصلية، جزء منها معونات اقتصادية بتعود للاتفاق الخاص بالثمانينات اللي وقع في مطلع الثمانينات، ملوش علاقة بالمعاهدة. خليني أصحح برضو بعض النقاط، الناس فاهمة أنه المعاهدة، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، أقرت أنه الولايات المتحدة تقدم مساعدات. لا، ده في اتفاق تاني خالص مختلف بموضوع الدعم الاقتصادي أو المعونات الاقتصادية، وطبعا المعونة العسكرية هدفها كان تطوير قدرات وإمكانيات الجيش المصري وبناء شراكة على مستوى الندية. طوال فترة الرئيس الراحل مبارك دشنت مراحل كثيرة بقى في العلاقة، جزء منها كان مرتبط بقضايا سياسية في الإقليم وخارجه، وتلاها طبعا دعم القوات المسلحة المصرية بأنماط حديثة من الأسلحة. كان في تطور كبير جدا جرى في هذه المرحلة. النهاردة احنا بنبني التراكم التاريخي للعلاقة ان احنا تملي بنعنوينها نقول شراكة، شراكة استراتيجية، لكن لم تخلو هذه الشراكة من مناكفات وأحيانا سخافات أمريكية، زي ما حصل أيام إدارة أوباما بعد طرد جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، فحصلت نوع من السخافات. ووقتها وقفوا زي ما حضرتك عارفة الصيانة بتاعة الأباتشي، وبعدين وقفوا مناورات النجم الساطع. إحنا في المراحل الأخيرة حصل تطور كبير جدا في مجرى العلاقة. أولا مناورات النجم الساطع كانت منذ عدة أسابيع في القاهرة في مصر، 21 دولة شاركت فيها. من أيام في كان تدريبات بحرية، هم حريصين أن هم يشتغلوا في مجالات مش مطروقة. القوات البحرية بتاعتنا المصرية مصنفة عالميا على المستوى الرابع على العالم، فهم بياخدوا خبرات وإمكانيات أيضا من مصر، فبالتالي في علاقة خاصة. الولايات المتحدة ليها جزء في نمط السياسة، انت مش بتتكلم مع طرف واحد، يعني صح النهاردة الحوار الاستراتيجي شامل وزارة الخارجية، الدفاع، وممثلي بعض الوزارات زي التعليم والثقافة وهناك في الولايات المتحدة، لكن انت بتتكلمي مع تقريبا أربع أطراف في الولايات المتحدة في السياسة الأمريكية عشان الناس تعرف التجاذب اللي حاصل فيها. عندك طيار داعم دائم لمصر هو طيار وزارة الدفاع، هذا الطيار مهم جدا لينا لان هم بيلخصوا مجمل العلاقه في انه مصر بلد كبيره محوريه حصل فيها تطور اقتصادي وسياسي كبير، مصر رموزا للاستقرار في الاقليم، شايفين الاقليم مضطرب، نقطه الاتزان الرئيسيه فيه هي ممثله في الدوله المصريه بامكانياتها بقدراتها، وفي تقدير كبير جدا لما تم في مصر من مشروعات كبيره في هذا الاطار. لكن في تيار معادي، لو صح التعبير، في تيار معادي في بعض دوائر الكونجرس وسيناتورز معروفين لينا بافكارهم التقليديه اللي هم ما غيروهاش من اول توم لانتوس ليائير جيمس، مجموعه كامله حضرتك تحطيها دي منصات معاديه لينا في دوائر الكونجرس، بيقفوا دائما في مواقف معارضه. احنا طبعا غيرنا الصوره كبيره، نقلنا الصوره طوال الفتره الماضيه. كان في مجمل العلاقة حضرتك مستويات للعلاقة، كنت بتكلمي على لجان طرق أبواب، بتكلمي على مجلس أعمال مصري أمريكي، كنت بتكلمي على تطوير بقى مؤسسات التعاون اللي هي الغرفة التجارية، الأمريكان إيد، المعونة، وفي مجالات كثيرة جدا حضرتك قطعتي فيها شوط كبير جدا في محاولة تطويرها. ليه بدأ الحوار؟ خلينا أقول هم الإدارة الأمريكية هي من دعت وزارة الخارجية المصرية، وهي من دعت الوزير سامح شكري لبدء الحوار على مستوى يومين. في مراحل معينة الحوار كان اتعمل قعد نص ساعة في مصر في مراحل معينة، لو أنت تذكري جون كيري بالمناسبة وجاء وحضر وقعد، وطبعا زي ما بقول لحضرتك المناكفات أو السخافات في توقيتات معينة القاهرة كانت تتعامل معها بمنطق الرشادة السياسية صحيح. وبالتالي النهاردة هم الولايات المتحدة بتعمل بالمناسبة حوارات استراتيجية مع الدول الأكثر دعما وشراكة معاها، يعني ما بتعملش حوارات استراتيجية إلا مع الدول
ذات الخصوصية المعينة، يعني ليها علاقة كبيرة في مناطقها زي مصر، كان عملوا من فترة في العراق، عملوا مع كوريا الجنوبية، عملوا مع اليابان، عملوا مع الهند في مراحل. فكرة بقى الحوار مش بتدي نتائج مباشرة حضرتك، هي بتحط النقاط في التوافقات والتجاذبات في بعض الملفات. طب خليني أرتب أجندة الملفات، يعني لو احنا اتكلمنا عن أجندة الملفات اللي تطرق ليها هذا الحوار الاستراتيجي ما بين مصر وأمريكا. الإقليمي الأول، هما طبعا في ملفين رئيسيين، الملف الليبي والملف السوداني. هما مدركين تماما ان مصر بطبيعه الحال ليها دور كبير قوي في الملف الليبي، وطبعا في استحقاق جاي زي ما حضرتك تعلمي في 24 ديسمبر المقبل انتخابات، فعايزين يسمعوا لموقف مصر والتحرك المصري الكبير في هذا الملف. واحنا انجزنا يعني امور كثيره جدا في هذا الملف، الاجهزه المصريه الخارجيه، فانت عند حضرتك حضور كبير جدا سياسي واستراتيجي في الملف الليبي. ملف السودان التطورات شغلة الجانب الأمريكي، والأمريكان طبعا يريدوا أن يسمعوا لمصر على طريقة الحل وحل حالة المشهد، شكل المرحلة الانتقالية، الموقف المصري من ما يجري في السودان. مهم جدا أن هم يسمعوا لمصر في هذا التوقيت في الملف الليبي ثم الملف السوداني. الملف الفلسطيني هادئ، ما فيش فيه تطورات مفصلية، لكن هيأكدوا على دور مصر في قطاع غزة، في دعم السلطة الفلسطينية، في دعم الحوارات مع الجانب الإسرائيلي، خصوصا أن حضرتك استقبلتي رئيس وزراء إسرائيلي فيتالي بينيت في القاهرة، وكانت هناك اتصالات ولقاءات تمت وزيارات متبادلة تمت في الطرفين، تطورات خاصة بمعاهدة السلام اللي حصل خلال الساعات الأخيرة. صحيح. وبالتالي بتتكلمي حضرتك على مجمل حركات الحركة المصرية في الإقليم، ليبيا، السودان، القضية الفلسطينية. هيبقى في قضايا إقليمية يهمهم يعرفوا فيها دور مصر زي التطورات في الخليج العربي، جزء حضرتك خاص بإيران، الموقف من إيران، التهديدات اللي بتمثلها إيران في الإقليم دلوقتي وكيفية التعامل معها. رأي مصر مهم جدا، لأنه إحنا زي تملي مسات الرئيس يقول الأمن القومي المصري بيتمدد مع أمن الخليج، فهم عايزين يسمعوا لمصر في هذا الإطار، عايزين يعرفوا. مهم جدا الحركة النهاردة المصرية في إقليم شرق المتوسط، موضوع الغاز حضرتك، عايزين يعرفوا الاستراتيجية المصرية، المنظمة الإقليمية للغاز رايحين على فين، مع التحركات المصرية اللي كانت متعددة في الفترة اللي فاتت في منطقة يعني شرق المتوسط. فهو بالتأكيد بيبقى بيستغل هذه الفرصة يناقش فيها الأولويات اللي بتهم الولايات المتحدة، وده على المستوى الإقليمي. وطبيعة الحال هيتم التطرق لقضايا الجنوب، قضايا الجنوب دي بتشمل قضية الأمن المائي، موضوع السد الأثيوبي، الموقف في القرن الإفريقي، دي عناوين. هل يعني هذا الحوار الاستراتيجي ممكن إن هو يساهم في حل حالة أزمة سد النهضة، وخاصة مع الأحداث اللي بتحصل؟ يعني إحنا النهاردة برضو الموقف في أثيوبيا بقى مرتبك، يعني خلينا أقول إحنا الموقف الأمريكي موقف بيتراوح ما بين حاجتين. حاجة الأولى هو الإطار الرسمي أو الدبلوماسي، وكان زي ما حضرتك تعلمي المبعوث الخاص بمنطقة القرن الإفريقي جاء القاهرة أكثر من مرة والتقى مع المسؤولين في أثيوبيا وفي السودان وإريتريا. الطرح الأمريكي واضح، لكن في مراوغة، يعني في مراوغة في دعم الأطراف، بيكلم حضرتك على التزامات، بيكلم حضرتك على الاتحاد الإفريقي، بيتكلم على لابد من استمرار الحوار، لابد إحنا لينا كمصر يتبلور ده في موقف، مش قضية إنه داعم أو مش داعم. يعني النهاردة المواقف الدولية بتتغير لصالح مصر، تصريحات بريطانية مهمة، السفير البريطاني في مصر من كام يوم غير وجهة نظره ونقل رسالة إنه بريطانيا بتأيد الحقوق المصرية المباشرة. إحنا بطبيعة الحال نتمنى للإدارة الأمريكية تفعل هذا، لكن خلينا أقول تفتكر يعني وجهة النظر الأوروبية، يعني على ذكر تغيرات الوجهات النظر الدولية أو الرأي العام الدولي في موقف مصر من قضية سد النهضة، مع زيارات الرئيس الأخيرة، توضيح الوجهات النظر، الصورة ما تم في مصر من مشروعات قومية خاصة بالمية، تغيير الصورة الذهنية عن الاستخدام المائي في مصر، ده مربوط يعني هل تغير وجهة النظر الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ممكن هو ينعكس على أمريكا أيضا أنها تبدأ أنها تشوف الموقف بشكل يعني مختلف؟ شوفي حضرتك إحنا نتمنى هذا، لكن أنا لا أريد أن أعول على الجانب الأمريكي قوي، لأن أنت تتكلمي على منظومة دولية كبيرة معقدة تحتاج إلى حسابات كبيرة. إحنا حونا ثابتة حضرتك، فإحنا مش بنتكلم أن إحنا نغير
في وجهات نظر المواقف الدول، لأن مواقف الدول في مجلس الأمن زي ما حضرتك شفتي في الجلسة كانت متفاوتة. بعد الجلسة كانت هناك مواقف مختلفة. إحنا موقفنا ثابت وراسخ، وعندنا قواعد وضوابط لإدارة الملف بأكمله. يعني كل ما ذكرتيه حضرتك خاص باستراتيجية الداخل اللي هي الخاصة في مصر، لكن على المستوى الدولي حضرتك بتحاولي تحدث اختراق في المواقف الدولية مش الأمريكية فقط. لأن النهاردة بتتكلمي على السياسة الأمريكية، سياسة واقعية نفعية برغماتية مصلحية، فأنت مش هتشتغلي مع الإدارة الأمريكية. إحنا بنرفع مبدأ الندية في العلاقات مع الدول ولا نعتمد على حليف واحد. النهاردة بتقيم علاقات على كل المستويات بصورة جيدة، على فكرة النفقة والتكلفة والعائد وحسابات المكسب والخسارة، مش مع طرف واحد بتكلمي فيه. يعني احنا متوقعين في الحوار ان هنسأل بطبيعة الحال انه لماذا بتنوعوا السلاح، ليه نوعتوا السلاح، طب ما احنا بنديكم سلاح، ليه بتعملوا استراتيجية تنويع السلاح بهذه الصورة. طبعا في تجارب وخبرات كتيره. خليني اقول لحضرتك اما هم وقفوا منورات النجم الساطع، وحضرتك تذكري هذه المرحله، تجت الدوله المصريه وعملت منورات مع روسيا، عملت مع فرنسا. فهذه الامور في ذاكرتهم، وبالتالي هم متخوفين من انه الحركه المصريه الكبيره، لانه انت النهارده المشروع الوطني المصري اللي بيقوده الرئيس سيسي في مصر هيغير شكل وانماط الحياه في المرحله القادمه. هم عندهم قلق كبير جدا انه هذا البلد يتحرر من كل قيوده. الجانب الامريكي واقعي، هو بيتكلم مع حضرتك في ايه؟ انه اذا تحررت مصر من كل قيودها واعبائها فهتمارس دور كبير جدا في الاقليم وفي خريطه العالم، فبالتالي بتتكلمي على الفرص دي. هو هيكلم حضرتك في ملفات قد تبدو شائكه لينا. خليني اقولها لحضرتك بصراحه، مش قضايا حقوق وحريات وتعدديه واسماء مطلوبين وما الى ذلك، كل ده كلام يعني مكرر في مثل هذه اللقاءات، وكلام معلوم ومستهلك لكن خليني اقول ونقفز على دي النقطه، دي مهمه قوي، ان مصر مش محتاجه النهارده شهادات حسن سير وسلوك لا من الولايات المتحده ولا من غيرها. احنا بنتكلم النهارده على قاعده المصالح المشتركه والفوائد المتبادله بيننا وبين العالم، مش مع امريكا فقط. يعني مع روسيا احنا بنعمل ده، مع الصين بنعمل ده، مع الاتحاد الاوروبي في حاجه للدور المصري. فبالتالي النهارده حضرتك ما يسمع تصور حضرتك في ملف ليبيا، في الملف الفلسطيني، في ملفات عديده في الاقليم، ليه هو النهارده؟ لان انت اصبحتي نموذج للاستقرار في الاقليم، استقرار سياسي امني. وطبعا لما يجي يكلمني في قضايا الداخل انا عندي ما ارد بيه، وهم يعلموا هذا. السفاره النهارده الامريكيه في القاهره لديها كل شيء، فهي عارفه ان النهارده البلد بيتحول تحول سياسي، تحول اجتماعي كبير، تحول اقتصادي. عندنا قدرات كبيره، حققنا انجازات كبيره في هذا المشروع الوطني الكبير، ففي المام كامل بما يجري في مصر. طرح مثل هذه القضايا لا يمثل للجانب الامريكي سوى ان هم بيطرحوها، لكن النهارده هو مش هيكلم حضرتك في استحقاقات او في قضايا تعدديه وليبراليه، ودي قضايا مكرره زي ما قلت لحضرتك. هو يهمه المصالح المباشره، يهمه ازاي يحافظ على طبيعه الشراكه مع مصر. النهارده الدور المصري دور مهم بالنسبه للسياسه الامريكيه، واذا تحولت مصر بالصوره اللي الامريكان متخوفين منها، دور مصر مش اطفاء حرائق حضرتك. يعني هو شايفين اللي حصل في قطاع غزه، العالم وقف بهذه الصوره وتحركت الاداره الامريكيه يمينا ويسارا، والى ان اوقفت مصر الحرب في قطاع غزه بعد 11 يوم. فده نموذج يقدر يتكرر في كل حاجه. دور مصر مهم جدا. الامريكان عندهم تقييم كامل لما يجري في مصر، سواء من مشروعات سواء من انجازات، عارفين ان الدوله المصريه النهارده اصبحت دوله متحرره من كل قيودها. صحيح. طب خلينا يعني نتكلم شويه عن البعد الاستراتيجي الغير معلن، لو حبينا نقوله من هذا. بابا حضرتك اتكلمنا عن الاشياء اللي ممكن انها تبقى موجوده ويتم طرحها، لكن هل هناك ابعاد اخرى او غايات اخرى غير معلنه من هذا الحوار؟ لا، شوفي، هو طبعا في افكار، نكون اكثر وضوحا، في افكار امريكيه النهارده مصر تجاوزتها وتجاوزها العالم. موضوع ان انت النهارده تاخدي تسهيلات، اذا صح التعبير، في الاقليم باكمله، تسهيلات تسهيلات عسكريه في الاقليم تجاوزها الامريكان النهارده. الموضوعات الخاصه بالنقل اللوجستي والتعاون الامني والاستخباراتي وغيره اصبح متاح في الاقليم. الولايات المتحده النهارده اما جت تطور دور القوات متعدده الجنسيات، وبعدين قوى المركزيه الامريكيه، واصبح في تحالفات كثيره في الاقليم. احنا ليس لدينا ما نخبئه عن العالم، احنا لينا علاقه
مع إسرائيل، والعلاقة ثابتة ومستقرة منذ معاهدة السلام إلى اليوم وفقا للمعاهدات طبعا والمعاهدة، والجميع معترف بيها، فبالتالي ما فيش أي مشكلة في هذا الإطار. لينا حوارات مع كافة الأطراف في الإقليم. التعاون العسكري ربما يزعج، يعني من السخافة الأمريكية، اسمحي لي أن أنا أقول هذا اللفظ، أن أنا أجمد جزء من المعونة الأمريكية. هذه سخافة وسخافة مكررة، ومصر بتتعامل معها بمنطق رشيد، لكن أرض الإدارة الأمريكية عليها أن تتفهم أنها بتتعامل مع دولة كبيرة، مش أن إحنا هنبدل ملف مقابل ملف، يعني ان انت تجبد لي المعونه العسكريه. مصر تجاوزت المرحله دي والامريكان فاهمين ده، فانت النهارده بتتكلمي على ايه؟ بتتكلمي على دوله لديها امكانيات وقدرات. هم فزعهم من ايه؟ ان انت هتبداي تحركي تنويع مصادر السلاح لمراحل معينه. هم مدركين قوي ان الجيش المصري مصنف عالميا بصوره كبيره، هم جايين يعملوا مع حضرتك مناورات بحريه ما بيعملوش مع اي دوله في العالم. صحيح. عايز ياخد خبره حضرتك، اما يجيب لحضرتك 21 دوله في مناورات النجم الساطع عشان يطور العلاقه الاستراتيجيه. هو مدرك للتحرك المصري. النهارده حضرتك بتطوري قواعد عسكريه، بتفتحي قواعد عسكريه. العالم بيسالنا ليه بتعملوا ده؟ احنا بنقول قدره الردع الاستباقي. صحيح. ان النهارده انا بشتغل تحت ملء الناس كلها شايفه. صحيح. اطور قواعد، اعمل اسطول بحري. الامكانيات دي الامريكان خلي بال حضرتك بيتكلموا في اليات المصداقيه، وبالتالي هيبقى ليهم بعض التحفظات في نمط العلاقه، لكن في النهايه هم حريصين على مستوى الشراكه مع مصر على اعتبار ان احنا دوله مهمه، دوله كبيره في الاقليم، وبالتالي تطوير وتنميه العلاقات مهمه على هذا المستوى. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. شكرا جزيلا حضرتك، شرفتنا ونورتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، حاولنا نوضح لحضراتكم هو إيه أبعاد الحوار الاستراتيجي اللي بيحصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بوجود سفير سامح شكري. إيه اللي هيتم طرحه؟ إيه اللي هيتم مناقشته؟ إيه اللي هيتعمل أو إيه اللي هيترتب على هذا الحوار؟ كل ده حاولنا يعني نقاط إيضاح، لكن في النهاية بنقول وبنأكد أن الدولة المصرية أصبحت قادرة على التفاوض والحوار من موقف قوة وليس ضعف، نتيجة لما تم من إنجاز على مدار السنوات السابقة. إلا أهلت النهاردة أن مصر قادرة تقف على رجليها في وسط جوائح عالمية وفي وسط اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ويعني اللي احنا شايفينه حوالينا، لكن في النهاية مصر قادرة أنها تقف وصمدة وعندها اللي تقدر أنها تتسند عليه وبقوة، هو شعب مصري طبعا اللي تحمل كتير، وما زال إن شاء الله يعني في الفترة اللي جاية نقدر أن احنا نحقق كثير من الطموحات والأحلام. بشكر حضراتكم جدا ومستمرين مع حضراتكم، وصباح البلد. صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في صباح البلد. وفقرة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن مشكلة جديدة، وأكيد هنتكلم كمان عن الحل بتاعها. هنتكلم النهاردة عن الدعامات. يمكن الدعامات طريقة جديدة أو حاجة حديثة جدا من طرق علاج ضعف الانتصاب اللي أثبتت وجودها وأثبتت حلول فعالة في الفترة الأخيرة وحلت مشاكل رجالة كتيرة يمكن كانوا فقدوا الأمل في استمرار الحياة الزوجية. النهاردة هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل، وأكيد هناخد أسئلة كتير من اللي بتدور في دماغ حضراتكم علشان نعرف الإجابة عليها مع ضيفي اللي منورني النهاردة دكتور ياسين الفقي، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للزوجية. ذكورة. دكتور ياسين صباح الخير، اهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم. يمكن يا دكتور زي ما قلنا ان في بعض المشاكل اللي للاسف بتكاد تكون انها تنهي استمرار حياه زوجيه كامله. صحيح. يمكن من اهمها مشكله ضعف الانتصاب. صحيح. يمكن الرجل المصاب بالمشكله دي بيمشي في حلول كتير او في طرق كتير وبيجرب يعني طرق مختلفه مش طريق واحد، ولكن مؤخرا سمعنا عن الحل بالدعامات. يمكن هي طريقة من الطرق اللي أثبتت فعالية كبيرة جدا في نجاح حل المشكلة دي. عايزين النهاردة نتكلم بالتفصيل عنها، ولكن نعرف في البداية يعني إيه دعامات؟ تمام، هو كلام حضرتك صحيح أن هي من أهم طرق علاج ضعف الانتصاب هي اللجوء للحل الجراحي اللي هو الدعامة. الفكرة الدعامة دي عبارة عن إيه؟ الدعامة دي عبارة عن حاجة زي القلمين كده، أو زي ما نقول جسم مصنع بطريقة حديثة
بيتحط جوه النسيج الكهفي في العضو الذكري، يعني من داخل العضو الذكري. تمام. مجرد وجود الدعامة دي جوه النسيج الكهفي بتاع العضو الذكري، أصبح صلابة العضو الذكري موجودة بنسبة 100%. تمام. بالصلابة الطبيعية اللي كان بيتمتع بيها الزوج، اللي هي المفروض تكون موجودة علشان حدوث علاقة زوجية. يبقى الراجل بقى عنده مقدرة تامة وكاملة طول العمر لعلاقة زوجية سليمة. يبقى بكده بتحل مشكلة الزوج بشكل نهائي. تمام. طيب امتى يا دكتور نبدا نلجا للدعامه او الحل بالدعامات لحل مشكله ضعف الانتصاب عند الرجل النهارده؟ تمام. الحل ان احنا نستعمل الدعامه، ده ليه شقين، في ليه شق الطبي وليه شق حسب ظروف المريض. بمعنى ان عندنا بيكون في ناس جربت كل الادويه المتاحه من اقراص منشطه وضبط نسبه الهرمونات وضبط السكر، لان نسبه كبيره جدا من مرضى ضعف الانتصاب نتيجه مرضى السكر، وان هو جرب الحقن الموضعي وفشل جميع الطرق العلاجيه. يبقى الحل بتاعه حل نهائي اللي هو جراحي، والحل الجراحي الوحيد المتاح هو الدعامة. تمام. طيب في حاجة تانية مهمة جدا لازم نبص على ظروف المريض. بمعنى ان انا لو جالي زوجين مثلا في مقتبل العمر، ولكن بقالهم 3 أو 4 سنين في علاقة زوجية غير منتظمة، حتى بالعلاجات والمنشطات، وابتدت حياتهم، يعني ناس كتير يجي يقول لي والله انا جاي اكشف دلوقتي لان بقى عندي مشاكل كبيرة في البيت. طبعا لازم افكر في الموضوع ده. تمام. لان حل نهائي وهيرجع الحياه لطبيعتها، يبقى الحل ده حل مهم. تمام. لان احنا بنشوف ازواج وشباب وانقطعت عنهم العلاقه لسنوات، يعني اللي يقول سنتين اللي يقول 3 اللي يقول 4، طبعا ده امر غير مقبول. طبعا. طيب حاجات تانية، ان بعض الناس اللي بيكون عنده رجاله متقدمين في العمر، ولكن لظروف معينه هو مضطر ان هو يتجوز مره تانية. تمام. ماشي، زوجته توفت في اضطرار لانه يتجوز مره تانية. وهو عنده ضعف من في الانتصاب، بيتعالج دوائيا ولكن بيوصله لدرجه من الانتصاب درجة لا تسمح بعلاقة زوجية قوية اللي هي بتاعت الزواج الجديد. صحيح. لا، يبقى ده طالما راجل في سن متقدمة وعنده مشكلة ضعف الانتصاب وهيتجوز جديد، ده محتاج علاقة زوجية سليمة وطول الوقت علاقة زوجية سليمة. ما ينفعش حل مؤقت. بالظبط كده، فهو مطلوب منه العملية الجراحية هتكون أفضل. تمام. فهي احنا بنحسبها كده، راجل في بعض الناس بيتولدوا بضعف انتصاب أولي، يعني هو مولود بضعف انتصاب. تمام. في بعض الناس ربنا يعافينا بيبقى عنده السكر من وهو طفل، فعلى ما بيكبر يبقى في سن الزواج بيكون أثر عليه. يبقى دي الحاجات اللي بتخلي عندنا القرار بتاع الدعامة حتمي، يعني صح. الأفضل بالنسبة لك واللي لازم هو أنك تعمل الدعامة، فشل العلاج أو الظروف التانية اللي احنا قلنا عليها. تمام. طيب هل يا دكتور في أنواع للدعامات ولا كل الحالات بيبقى نفس النوع نفس الكيس؟ لا لا لا، بيبقى نفس طريقة التعامل؟ صحيح. لا لا لا، هي مش نفسها، كل واحد للدعامة المناسبة ليه والنوع المناسب ليه. هو في نوعين مشهورين، في الدعامة الهيدروليك، ودي بتبقى مناسبة لمرضى معينين، ولكن طبعا هي مشكلتها المعروفة اللي هي المشكلة المادية، يعني في بعض بيبقى تمنها أغلى شوية. بالظبط كده. لكن طبعا هي بالنسبة للمرضى هي أفضل الأنواع وبتناسب كاتيجوري كبير جدا من الناس، يعني فوق 95% من الناس يصح لهم الدعامة الهيدروليكية، ولكن هي مشكلتها مشكلة مادية زي ما احنا قلنا. ولكن الأكثر شيوعا بنسبة كبيرة هي دعامة المرنة. والدعامة المرنة دي ميزتها ان هي اقتصاديا كويسة، السعر قليل، وكفاءتها في حل المشكلة ما يقلش خالص عن كفاءة الدعامة الهيدروليكية. تمام. تمام كده. فهو ده اللي احنا بنقول ان هما النوعين دول، الهيدروليك والدعامة المرنة، هما دول الموجودين، والاتنين بنفس الكفاءة، الاتنين بنفس نفس نسبة الحل نسبة تقريبا الحل للمشكلة، ونفس نسبة النجاح. فاحنا بنشوف كل مريض ايه الانسب بالنسبة له وحسب اختيار ظروفه. شخصي طبعا. بالظبط. بالظبط كده. ونبتدي نركب. حتى الدعامة المرنة في منها انواع، ماشي، والانواع دي احنا بنختار للمريض حسب
حالته، النوع المناسب والمقياس المناسب، لان هي دي الحاجات المهمه، ان ازاي اختار المقياس المناسب واختار النوع المناسب، لان هو ده اللي هيريح المريض بتاعي في المستقبل. بس ده طبعا اختيار الطبيب الاول والاخير، الدكتور وبالمناقشه طبعا مع المريض. بس طبعا الراي العلمي هو الاصح، هو اللي هي اللي بيغلب يعني، حتى لو المريض عاوز حاجه لكن ما تنفعلوش هنقوله لا ما تنفعلكش، لان هي في البدايه في النهايه مش هتبقى حاجه ناجحه يعني. صحيح. طيب هل يا دكتور في يعني مراحل بتتم لتحضير المريض قبل العمليه، او في تحضيرات معينه او تكنيك معين بيتم لحد ما المريض نوصله لاوضه العمليات بيرفع من كفاءه نتيجه العمليه؟ بالظبط كده. رقم واحد ان انا اشوف المريض بتاعي هل بيعاني من امراض مزمنه، زي مثلا مريض السكر، مريض السكر لازم اظبط سكره يعني. صحيح. لازم السكر التراكمي بتاعه يكون عند مستوى معين وماشي سكره مظبوط وعلاجه مظبوط بقاله فتره علشان العمليه تكلل بالنجاح بشكل كبير. بعض المرضى اللي بيستعملوا بعض العلاجات للسيوله لازم ابتدي ادور الاول ان انا بغير علاجات السيوله بعلاجات تانية مناسبه للعمليه الجراحيه قبلها بفتره، خمس ايام او اسبوع، علشان نقدر نلجا. بعض الناس مثلا اللي عندهم بعض المشاكل في القلب، مشاكل في الصدر، نعرضهم على طبيب التخدير عشان نحدد طريقة التخدير والتحضير بتاعتهم بشكل مناسب. ودي كلها بتكون حاجات بسيطة وحاجات يعني. وحاجات طبيعية. تمام. بس هي الفكرة ان انا خلاص عرفت مريضي هتاخد علاج كذا وكذا وكذا قبل العملية، او هتجيني صايم، يعني لا امور العادية، التعليمات الارشادات الطبيعية من الدكتور. حاجات تانية ان انا نفسي ابقى مجهز نفسي، مجهز نفسي بان انا بعرف حالتي، فحصتها كويس، عارف الحالة فيها تليف، الحالة دي محتاجة مني اي نوع من الدعامات. رقم اتنين ان المكان يبقى مجهز بجميع انواع الدعامات. طبعا دي حاجة مهمة جدا. وده اللي احنا موفرينه، ان احنا ما ندخلش اي حالة من حالات تركيب الدعامات الا ومعايا جميع انواع الدعامات ومعايا جميع المقاسات، لان في مفاجآت ممكن تحصل في اي لحظة في العمليات. والمفاجآت دي امر وارد وبيتكرر جدا، ما بقاش انا مش متحضر طبعًا. لازم ابقى حاطط زي ما بيقولوا كده، حاطط ورا ظهري كل الاسلحه طبعا، اي حاجه هتظهر ان شاء الله باذن الله هنكون جاهزين ليها. يمكن يا دكتور دي حاجه يعني من اكبر او اشهر الحاجات اللي بتميز حضراتكم في مراكز مصر للذكوره، ان حضراتكم دايما جاهزين او عندكم استعداد لاستقبال اي حاله ايا كانت هي ايه في اي وقت كمان يعني. هي الفكره ان هي الفكره في خبره طويله طبعا من التعامل مع الحالات، خبره طويله من التعامل مع المشاكل، فايا كان ظروف العمليه احنا بنبقى عندنا توقع ليها وتحضير. حاجه تانية، حتى المفاجآت اللي بتبقى موجوده في العمليات بنبقى مرينا بيها. صحيح. بدل المره 3 و4 و10 طبعا بالظبط، فنقدر ان احنا نتعامل معاها بشكل كويس. حاجه تانية، الصبر في غرفه العمليات، ان انا بيبقى عندي عارف الحاله بتاعتي وعارف ان ده حالة دي محتاجه صبر، محتاجه ان انا اوسع بالطريقه الفلانيه، اشتغل بالطريقه الفلانيه، الالات بتاعتي تبقى جاهزه وكامله بحيث ان انا اقدر اوصل ان انا اركب للمريض بتاعي دعامه مقياس كويس ومناسبه مع حالته. لان من الحاجات كتيره جدا اللي بتجي لنا بنلاحظها ان يبقى مريض المقياس بتاعه اكبر من المقياس اللي هو عامله، يعني ناس كتير بتيجي تبدل يعني دعامات، يعني هو عامل العمليه في مكان بره بس كان الاختيار خطا. لان ده من اكتر الحاجات اللي بتخلي في عدم رضا بعد الدعامه، يعني ناس كتير يعني جالي زوجين يقولوا والله الراجل اللي عمل العمليه بيقول لا ده هو كان احسن قبل العمليه. فهو كان احسن ليه؟ ده كان اختيار خاطئ من الطبيب. اختيار خطأ طبعا، اختيار خطأ في المقياس، لان المريض ما كانش محضر نفسه او يعني تفاجأ ان في تليف ما قدرش يفكه، فاضطر انه يركب دعامه صغيره اقل من الدعامه المفروضه للمريض. ولكن بالخبره يعني من حوالي الاسبوع اللي فات انا كنا بنعمل عمليه المريض، يعني المريض ده كان درجه التليف عنده شديده جدا. لو ما فيش الخبره والامكانيات ان انا افك التليف بشكل صحيح وامان دقيق. ما كناش نقدر نوصل ان احنا نركب دعامه اللي هي المقاس المناسب ليه. لكن لو انا استعجلت وخفت من الحاله مش هيحصل كده، لا خلاص يا دوبك نركب اقل حاجه وخلاص والحمد لله. صحيح. لا، ولكن هو محتاجه صبر، محتاجه ان انا ازاي اقدر ان انا اشوف النسيج الكهفي بتاعي اوسعه كويس علشان نقدر نختار الدعامه. كمان اختيار، لان المرضى التليف ليهم دعامات بيكون الصلابه بتاعتها اعلى شويه من الصلابه العاديه عشان تديله الاحساس الطبيعي اللي هو عايزه. ده الاختيار، دي ما يفهمهاش دكاتره كتير يعني. في دكاتره تختار مثلا دعامه اللي فيها المرونه اكتر، لا اختياره للدعامه اللي فيها المرونه اكتر
اكتر ده ربما يكون مش مناسب مضر اصلا للحاله كمان بالظبط يعني. كده وده بيخلي المريض يجي يقول لي والله انا حاسس ان الدعامه بتلف، انا حاسس ان الدعامه مش ثابته. ما هي دي المشاكل. ليه؟ لانه اختار دعامه فيها ليونه اكتر من اللي جسم المريض ده محتاجه. يعني هو ممكن نقول في دكاتره اللي بيكونوا طبعا مفتقدين لعنصر الخبره والكفاءه شويه، لسه في البدايه هم ماشيين بخطوات 1 2 3 ولكن مفتقدين لحته الخبره والكفاءه. دي ما بتجيش غير مع الوقت طبعا ومع الامكانيات، الخبره والامكانيات والاسم اللي معمول بقاله سنين. صحيح. طبعا صحيح. يا دكتور يعني صحيح. طيب خلينا نتكلم تاني بقى عن التجهيزات اللي جوه اوضه العمليات. تمام. اكتر يعني احنا الحمد لله يعني في الفروع كلها بتاعه مركز مصر للذكوره احنا موفرين غرف مخصصة للدعامات، يعني الثلاث فروع عندنا اللي موجودين سواء طنطا أو القاهرة أو اسكندرية فيها غرف مخصصة للدعامات، وكل غرفة فيها التجهيزات كاملة بتاعت الدعامات، دعامات كاملة، الأنواع كاملة بالمقاييس كاملة. حاجة تانية الفريق الطبي المدرب بسنوات طويلة، يعني عندنا التمريض اللي بيساعد الدكاترة عارف إيه هي الدعامة وعارف إزاي يتعامل معاها، عارف إيه هو التعقيم المناسب لمريض الدعامة، التعقيم نفسه بتاع الملابس اللي بنستخدمها في الدعامات ده ليه تعقيم مخصص مش زي اي تعقيم لعمليات تانية. حتى الوركرز نفسهم اللي بيشتغلوا داخل غرفه الدعامات عارفين ايه هي الدعامات. خلاص يا دكتور هم كمان بقوا خبره من ضمن طبعا الفريق الطبي. التكييف اللي موجود في غرفه العمليات ليه فلتر معين، في فلتر منقي للهواء معين. هي دي الظروف المناسبه لتركيب الدعام. فهو ده اللي بيخلي نسب النجاح عاليه طبعا. أكيد. طيب المتابعة يا دكتور متهيألي دي من أهم الحاجات بعد العملية. صحيح. مع الدكتور، وعايزين كمان نعرف ممارسة الحياة الطبيعية، إمتى المريض يقدر يمارس حياته الطبيعية بصورة طبيعية، إمتى يقدر ينزل شغله، فترة النقاهة بتكون قد إيه؟ تمام. في الغالب احنا اهم حاجه عندنا في المتابعه رقم واحد ان انا بعلم المريض بتاعي ازاي وضعيه الدعامه ازاي بعد العمليه في اول اسابيع يعني بعد العمليه. رقم اتنين الجرح بتاعنا بيبقى حاجه بسيطه، هو جرح عباره عن جرح 3 سم وعمليه بتاخد ساعه. تمام. وبعد العمليه بساعتين هو بيروح عادي ماشي على رجليه. تمام. اكله شربه حركته حياته طبيعيه حتى دخول الحمام بشكل طبيعي. ما بيحتاجش حد يعني يتردد عليه عشان يغير له على الجرح. مش محتاج خالص. مرافق معاه. لا نهائي. احنا عندنا رجاله كتير بتيجي تعمل عملية لوحده ويروح في نفس اليوم يعني. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا ازاي نتابعه بقى. احنا بنتابع المريض يعني اول زياره ممكن تكون بعد اسبوع. تمام. ماشي. بنشوف الجرح بتاعنا ونشوف نظافه الجرح، نبتدي نديله بعض المضادات الحيويه والحاجات دي بحيث ان هو يقدر يمارس علاقته الزوجيه بعد حوالي 3 أسابيع لشهر من العمليه. تمام. وبنعلمه طريقه تاني وفرد واستعمال الدعام. وبالتالي بيبقى المريض بتاعنا بعد كده مش محتاج يشوف الدكتور نهائي. خلاص طالما المريض يعني وصل لمرحله ان هو ساتسفايد بالاجراء الجراحي اللي هو. صحيح. عمله، فهو يعني كده يعني مش محتاج حاجه تاني. احنا دكتور. صحيح. بنشكر حضرتك جدا جدا على تشريفك لينا النهارده. ان شاء الله في حلقات تانيه كتير يكون معانا مواضيع تانيه كتير نفتحها ونحلها ان شاء الله مع حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا حضرتك. كان معانا منورنا دكتور ياسين الفي استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفة من صباح البلد.